عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة نتوما والميمات ديالكم. اليوم البنات جيت لكم بواحد الوصفة جديدة، ماشي جديدة، المهم غير الطريقة ديالي انا، كيفاش انا كنصايب الغريبة ديال البهلة كتعجب وليداتي، كيقول لك زوينة مع القهوة في العشية. ودابا غنوريكم واحد الطريقه، راه ساهله وبسيطه، وهاد المكونات راه موجودين عندكم ان شاء الله. وانتم معايا البنات تشوفوني كيفاش غندير ليها. كاين كيلو ديال الطحين الفورس، وكاينه معلقه كبيره ديال الزبده، اي زبده عندك ممكن تستعمليها، وكاين كاس ديال الجنجلان اللي محمر منقم طبيعه الحال ومحمره غير هكا في المقلة فوق البوطة، وكاين كاس ديال كاوكاو اللي سلقتو وفسختو وحمرتو عاد طحنتو، هاهو كيجي بنين البنات، راه غادي تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. وكاينين جوج كيسان ديال السكر كلاصي، هاهو ولا السكر الصقيل، كنغربلوهم. احنا كنغربلو البنات هذاك السكر الثقيل جوج كيسان، ملي كنديرو دوك جوج كيسان ديال السكر بلاصي كندير جوج حمارات حمر، هذوك بيكن باودر، والزيت البنات على حسب الخليط. دابا نشوف شحال دخلت وغنقول لكم، هذا كيبقى على حسب التبيد، وغادي منين نبدا نخلط راه غنقول لكم، نشوف شحال دخل ليا ديال الزيت وغادي نقول عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ وقلتوا لي في كومونت كتوحشوني، حتى انا كنتوحشكم البنات، والله القاسم راه عزاز وغالين. كنشكر البنات المغربيات كاملين على دوك التعاليق الزوينه اللي كيخليو في حقي، حتى انا والله القاسم اللي كنبغيكم من قلبي وكنتوحشكم. والبنات الجدادات دخلوا عندي الانستغرام، راه كنجاوب كل شيء على دوك التعاليق اللي كتقولوا لي، وداك الشيء كل شيء كتقولوا لي راه كنجاوب عليه البنات، ما كننسى حتى شي واحد. والله القاسم تنفرح منين تتواصلوا معايا وتتهضروا معايا. ها هو الكاس الاول على بركه الله، والكاس الثاني العبار بسميتو كاس العنبه. ودابا غنبدا نخوط، وراه غادي نقول لكم شحال زدت ديال الزيت. والغزالات منين درت جوج كيسان الاول ديال الزيت جمعت بهم هكا ولا مبسبس، هذا الكاس الثالث يعني كنجمع به، وغادي نشوف عيني ميزاني الا تجمعات ليا بهاد الكاس الثالث هو هذاك، والا زدت شي حاجه راه نتوما كتشوفوا معايا البنات. الغزالات اللي شاط ليا من الزيت الثالث الكاس، هاد الكاس الثالث هذا شويه اللي شاط ليا منه، وانتم راه غادي تشوفوا على حسب الدقيق ديالكم، الا كان كيشرب راه غيجيكم ثلاثه الكيسان قد قد، والا كان ما كيشربش راه المهم غادي يشاط لكم هذاك الشويه ديال الزيت اللي وريتكم. وانا ان شاء الله على بركه الله غادي نبدا نصاوب، ومنين نصاوبها الطيبه غنوريها لكم، راه كتخرج واحد الكميه هائله وراه غادي تعجبكم. وكنسول على البنت حنونه فين غبرات عليا، كنسول عليها الا شافت هذا الفيديو. كنتمنى يا ربي تكون بخير وعلى خير هي والعائله ديالها والميمه ديالها والاب وخوتها، كنتمنى لها يا ربي صحه جيده هي وياهم، والله القسم الا توحشتها وكنسلم عليها بزاف. الله يحفظكم البنات كلكم، الله يخليكم ليا. وانتم ان شاء الله منين غادي نطيب الحلوه راه غادي نوريها لكم كيفاش جات البنات. بعد ما طيبت هاد الغريبه اللي وريتكم قبيله، راه خرجت ليا 87 حبه اللي خرجت، راه تبارك الله كتخرج الخير والبركه. دابا هي باقا عندي واحد الطبقه في الفران وهادي طابت، وريتها لكم عنشا الحال، وانا صورتها وريتها لكم، المهم راه 87 حبه اللي خرجت ليا.
وكتجي زوينه بالصحه والراحه. غير جربوها البنات وما تعبزوش عليها، راه غادي تعجبكم. وديروا ليا جيم لا فيديو الى عجباتكم، وشكرا البنات على داك التعليق الزوين اللي كتخليوه في حقي، انا كنشكركم والله يحفظكم ليا. شكرا بزاف. وراه هاد الحلوه راها دايره البنات، راه كتجي هشيشه وبنينه، كتجي غزاله في ديك العشيويه، تحطها مع كويس القهوه وتفكروني. وبالصحه والراحه البنات.